فقراتنا، وهيكون معانا مكالمة تليفونية من الفنانة التشكيلية والأستاذة بكلية الفنون الجميلة دكتورة سالي الزيني، واللي هتتكلم معانا عن المعرض اللي كانت عاملاه وكان بيضم 20 لوحة فنية بتتكلم فيها عن أدب الستينات والأفلام بتاعتنا القديمة بتاعت الستينات، بالذات أفلام المرأة. يعني كان في أفلام دايما كده كانت الست هي البطل في الفيلم أو كان هي المحور بتاع الفيلم كله، فالدكتورة سالي وثقت ده في لوحات وموتيفات وألوان غاية بجد في الروعة على حوالي 20 لوحة فنية. الحقيقة يمكن احنا عارفين انه فترة الخمسينات والستينات كانت دايما الافلام دي كانت ابيض واسود، ولكن الفنانة الجميلة سالي الزيني قررت ان هي ترسم اللوحات اللي ليها علاقة بالادب والافلام اللي تربينا عليها وعشنا ذكريات كتيرة معاها بالالوان زي ما احنا شايفين كده على الشاشة، لوحات في منتهى الجمال والروعة والالوان المبهرة وتخطف العين على طول. يمكن كلنا لما كنا بنتفرج على افلام ابيض واسود كنا عايزين نتخيل العصر ده وقت ما كانوا عايشين، كانت الألوان عاملة ازاي، الديكورات، الأزياء، اللبس حتى نفسه كان بيبقى لونه ايه على الفنانين. فالحقيقة هي حاولت ان هي تعمل لنا تصور قريب جدا من المشاهد اللي كنا دايما بنتفرج عليها في الأفلام من خلال تصورها الشخصي او تخيلها للعصر ده كان عامل ازاي. والحقيقة انه يمكن قدامنا دلوقتي على الشاشة فيلم ميرامار، وهي طبعا قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، والفيلم ده يعني كان بطولة الجميلة الله يرحمها شادية، وكان فيلم كلنا برضو اتأثرنا بيه جدا، وكان من الأدب الرائع اللي موجود وكان معلم من ضمن الأدب العالمي بالنسبة لمصر وأثر في العالم كله. عندنا والله نوران يعني كمية روايات كلها يعني محترمة جدا لأدباء طبعا وكتاب يعني عظماء، واللي تحول منها بقى الأعمال سينمائية وكمان درامية، فالحمد لله احنا عندنا يعني في ثراء كده من ناحية الأدب وكمان الفن. طيب علشان بقى نعرف أكتر عن المشروع ده وكمان عن اللوحات الجميلة والشكل الجميل اللي احنا شايفينه قدامنا والرسومات الرائعة طبعا من الفنانة والدكتور سالي الزيني، علشان بقى نعرف منها أكتر عن تفاصيل المشروع الجميل ده اللي احنا شايفين صوره معانا على الهواء. يا دكتور سالي. يا مساء الفل عليك، ازيك يا دكتور؟ مساء الخير يا فندم، مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده في انبوكس. ده شرف لينا وكل عام وانتم بخير وحضرتك طيب وخير يا رب. ميرسي جدا يا فندم. قولي لنا كده، طيب يعني البدايه كده معاكي، يعني اشمعنى بقى يعني ادب ويعني والفن السينما الخاص شويه بالسينما، يعني ايه اللي دخلك في المنطقه دي وليه حبيتيها بشكل خاص يعني؟ تمام، هو انا في الاساس بحب السينما يعني كفن. تمام. لانه هو بالنسبه لي يشبه صندوق الدنيا، عامل زي صندوق الدنيا بتاع الحاجات الشعبيه بندخل نتفرج فيه على حاجات. فالسينما وخصوصا سينما الستينات خلينا نتفق ان هي من اهم الحلقات الزاهره في تاريخ السينما المصريه وتاريخ الادب المصري المعاصر ايضا.